أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لم ترفع سعر رغيف الخبز على الرغم من رفع حافز توريد أردب القمح من 810 جنيهات خلال الموسم الماضي لتبلغ اليوم 1500 جنيه، وهو الفارق الذي تتحمله الدولة دون زيادة في الأعباء عن المواطن. وأضاف رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده على هامش جولته التفقدية اليوم بعدد من المصانع في المناطق الجديدة أنه لا توجد حكومات أخرى تقوم بتحمل هذه الأعباء بهذا الحجم في ظروف دولة مثل مصر. دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جموع المصريين بأن يكونوا على يقظة تامة لمواجهة أي نوع من أنواع التشكيك في الدولة المصرية ليدركوا الغرض مما يثار من شكوك في ظل الظروف الحالية التي تواجه العالم أجمع وليس في المنطقة المحيطة بنا فقط. ولذا فأرجو من المصريين جميعا أن يركزوا خلال المرحلة المقبلة على هدف واحد يجمعنا، وهو بناء دولتنا المصرية والعمل ثم العمل ثم العمل. ونبه رئيس الوزراء لما يحدث حولنا من أمور قائلا: نحمد الله عز وجل على نعمة الاستقرار والأمن والأمان التي تتمتع به الدولة المصرية، موجها في هذا الصدد التحية للقوات المسلحة المصرية قائلا: ما ننعم به من أمن واستقرار بسبب هذه المؤسسة العريقة العظيمة الوطنية التي لا توجد لديها أي مصلحة أو أهواء أو انتماءات إلا للوطن. وفي السياق ذاته أكد مدبولي خلال مؤتمره الصحفي اليوم أن السلطات المصرية تتضع هدفا قوميا كبيرا نصب أعيننا، وهو استقرار الدولة وسلامتها واستمرار نموها باعتبار أن التنمية أمر مهم للغاية. وأضاف مدبولي خلال مؤتمره الصحفي اليوم أن الموازنة الجديدة للدولة تتجه بقوة نحو الحماية الاجتماعية، ولذا فنحن نعمل على إبطاء حركة دوران العمل على نحو معين في المشروعات التي كنا نقوم بتنفيذها رغم أننا لسنا سعداء بذلك، لأن الدولة بحاجة إلى تنفيذ حجم من المشروعات يعادل 10 أضعاف المشروعات الحالية، إلى أن الظروف التي تواجهنا جعلتنا نلجأ لذلك. قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمره الصحفي اليوم إن الدولة تستهدف تنفيذ طروحات قبل نهاية شهر يونيو القادم بحجم يصل إلى 2 مليار دولار، موضحا أن ذلك من خلال شركات تم انتهاء المفاوضات الجارية بشأنها وأخرى يجرى التفاوض عليها، موضحا أن برنامج الطروحات سيستغرق حتى نهاية الربع الأول من عام 2024. وكشف مدبولي عن إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء معنية بمختلف الإجراءات الخاصة بملف الطروحات والعمل على تيسير تنفيذها، لافتا إلى أنه سيتم تعيين مستشار لرئيس مجلس الوزراء لملف الطروحات يتولى متابعة الملف بصورة تفصيلية والعمل على تذليل أي عقبات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ لما سيتم طرحه من شركات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية العاملة بهذا الملف الحيوي. شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة المصرية لم تخفق ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها لكونها ثوابت في السياسة المصرية وفي العقيدة الخاصة بالدولة، وبتوجيه من القيادة السياسية فإن مصر تحترم التزاماتها بالكامل، وبالتالي أؤكد أنها لم ولن تخفق في سداد أي التزامات عليها، والدليل أنه حتى هذه اللحظة لم نتأخر في سداد أي التزامات. وتابع خلال مؤتمره الصحفي اليوم: هناك الأقاويل المزعومة بعدم قدرة مصر على سداد التزاماتها كانت في الفترة الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية تقول الدولة المصرية لن تستطيع تجاوز عام 2022 إلا وتخفق، ولكن اليوم أكبر دليل أننا استطعنا تخطي هذا الأمر، وفي عام 2023 نؤكد لجميع المواطنين أن مصر قادرة على سداد كل التزاماتها، وهي بمثابة رسالة لجموع المواطنين. أكد رئيس الوزراء أن قضية دعم الصادرات وزيادة الصادرات تعد قضية أمن قومي واستمرارا للدولة المصرية، موضحا أنه تم زيادة قيمة دعم الصادرات للعام المالي القادم والذي يعتبر الأول لبداية 3 سنوات المخصصة للبرنامج إلى ما يقرب ل 30 مليار جنيه بالمقارنة بما كان مخصصا من قبل هو 8 مليارات جنيه فقط، حتى يتبين حجم الجهود المبذولة في هذا الملف. وأضاف مدبولي أن الدولة تركز اليوم بشكل كبير على مسألة ترشيد الإنفاق مع اتخاذ السبل الكفيلة بالحفاظ على انضباط الموازنة. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء نصف عدد الوحدات السكنية بمدينة العبور الجديدة والتي يبلغ عدد وحداتها 82,000 وحدة سكنية تقريبا، موضحا أن النصف الآخر من تلك المدينة سينتهي العمل فيه خلال شهور قليلة جدا. وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمره اليوم أن الوحدات الموجودة في العبور متنوعة بدءا من إسكان بديل للعشوائيات والإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة الرئيس سكن لكل المصريين لمحدود الدخل والشباب، وإسكان للأسر المتوسطة سكن مصر بكل الخدمات المتاحة.